الآن لدينا عمليات على الأحداث. طلاب، سوف نقوم بإجراء عمليات على الأحداث. طلابنا باعتبار الأحداث هي مجموعات. مو نحن عرفنا الأحداث هي مجموعات. سوف أقوم بعمليات على الأحداث. العمليات اللي راح أجريها على الأحداث هي عمليات تقاطع وعملية اجتماع وعملية فرق وعملية متمم. إذن العمليات الجبرية التي سوف أجريها على الأحداث هي عمليات تقاطع واجتماع وفرق ومتمم، ليست عمليات جمع وطرح وضرب وقسم. نعم، إذا العمليات التي سوف أجريها على الأحداث هي عمليات تقاطع اجتماع فرق متمم. إذن سوف أجري 4 عمليات جبرية على الأحداث: التقاطع والاجتماع والفرق والمتمم. لماذا؟ لأن الحدث هو مجموعة. أولا تقاطع حدثين، رمز التقاطع هذه الإشارة، تقاطع حدثين. إذن تقاطع حدثين، رمز التقاطع هذه الإشارة، تقاطع حدثين هو حدث. إذن تقاطع حدثين هو حدث. أقول تقاطع الحدثين A و B، تقاطع الحدثين A و B هو الحدث C، وأكتب C تساوي A تقاطع B. يعني الحدث C هو العناصر المشتركة فقط بين A و B. إذن إن تقاطع الحدثين A و B هو الحدث C، وأكتب C يساوي A تقاطع B. نعم، يقع الحدث سي، سوف نهتم نحن بوقوع حدث في دراستنا، يقع الحدث سي عندما يقع اي ويقع بي. اذا عندما يقع اي ويقع بي كما هو موضح لدينا بالشكل. اذا كانت لدينا اوميجا مجموعه شامله نسبيا، نعم تتلف من مجموعه من العناصر، يعني مجموعه شامله نسبيا، وكانت مجموعه اي هي الحدث اي، وكانت المجموعة B هي الحدث B، عندئذ الحدث C هو العناصر المشتركة فقط بين A و B، يعني هي العناصر التي تنتمي إلى A وتنتمي إلى B. انظر إلى C، هذا الشكل ملون بالأحمر. نعم، تقاطع حدثين هو حدث، عناصره هي العناصر التي تنتمي إلى A وتنتمي إلى B. يعني كلمة و مرتبطة بمن؟ التقاطع، عشان نفرز معلوماتنا في المستقبل. إذن و للتقاطع. إذن تقاطع حدثين A و B هو الحدث C، وأكتب C يساوي A تقاطع B. يقع C عندما يقع A ويقع B كما هو موضح في الشكل. هذه هي أوميجا مستطيل، مجموعة شاملة نسبيا، وأي وبي حدثين من أوميجا، لاحظ يتقاطعان بهذا الشكل الملون بالأحمر. هذه المجموعة الملونة بالأحمر هي المجموعة سي، وهي أي تقاطع بي، عناصرها العناصر المشتركة بين أي وبي. يقع الحدث سي عندما يقع أي ويقع بي. عندي اجتماع حدثين، رمز الاجتماع هذا الرمز، انظروا جميعا، لاحظ رمز الاجتماع هذا الرمز، لاحظ اجتماع حدثين A و B هو أيضا هو حدث C، وأكتب لاحظ اجتماع الحدثين A و B هو الحدث C، وأكتب C تساوي A اجتماع B. عناصر C هي العناصر المشتركة وغير المشتركة بين A و B. انظر إلى الكلام، عناصر C هي العناصر المشتركة وغير المشتركة ما بين A و B. يقع الحدث C عندما يقع A أو يقع B أو يقع كليهما. إذن اجتماع الحدثين A و B هو حدث، وليكن C، وأكتب C يساوي A اجتماع B. يقع C عندما يقع A أو يقع B أو يقع
كليهما كما هو موضح لدينا بالشكل، إذا كانت لدينا أوميجا مجموعة شامل نسبياً وكان A و B حدثين مجموعتين جزئيتين من أوميجا، عندئذ الحدث الاجتماع هو جميع العناصر الملونة باللون الأحمر، يعني عناصر A المشتركة وغير المشتركة، هاي المشتركة وهاي غير المشتركة، يعني يقع C عندما يقع A أو يقع البي أو يقع اثنين سوا. متى يقع اثنين سوا؟ يقع اثنين سوا بالتقاطع، ليس كذلك؟ معناته صار عندنا كمان بدنا نضيف معلومة جديدة، كلمة أو مرتبطة بمن؟ بالاجتماع. إذا طلاب كلمة و مرتبطة بالتقاطع، كلمة أو مرتبطة بالاجتماع مشان الدراسة القادمة. نعم. ثالثا عندي فرق حدثين، فرق الحدثين A و B، لاحظ إلى إشارة الفرق، هذه الإشارة الموضحة هنا، انظر إشارة الفرق هذه الخط المائل، فرق الحدثين A و B هو أيضا حدث اسمه C كما هو موضح لدينا، فرق الحدثين A و B هو الحدث C، وأكتب C يساوي A فرق ال B، لاحظ C يساوي A فرق ال B، يقع C عندما يقع A ولا يقع B. انتبه، عناصر الفرق، حدث الفرق، حدث الفرق هو الحدث أو هو عناصر A فقط، العناصر التي تنتمي إلى A فقط، يقع A يقع C عندما يقع A ولا يقع B كما هو موضح لدينا بالشكل. انظر إلى الشكل، لدي أوميجا مجموعة شاملة نسبيا موضحة بهذا المستطيل، وA وB حدثين، لاحظ هذا الحدث A وهذا الحدث B، الA فرق الB ألا وهو الحدث C، لاحظ هو العناصر الملونة بالأحمر، عناصر A التي لا تنتمي إلى B، يقع C عندما يقع الـ A ولا يقع B. إذن فرق الحدثين A و B هو الحدث C، ونكتب C يساوي A فرق الـ B، وأقول يقع C عندما يقع A ولا يقع B. انظروا جميعا طلاب، عناصر الفرق هي العناصر التي تنتمي إلى A فقط، واضح؟ أعيد، عناصر التقاطع، لاحظ إلى التقاطع، C يساوي A تقاطع B، يقع C في التقاطع عندما يقع A ويقع B. انظر، C هو العناصر المشتركة، يعني عناصر C هي العناصر التي تنتمي إلى A و B بآن واحد، يقع عندما يقع A ويقع B. نعم، لاحظ الاجتماع، اجتماع الحدثين A و B هو حدث C، الحدث C أعبر عنه بشكل C يساوي A اجتماع ال B، يقع حدث الاجتماع عندما يقع الـ A أو يقع الـ B أو يقع كليهما، يعني العناصر المشتركة وغير المشتركة بين A و B، العناصر المشتركة هذه العناصر الموجودة هنا، العناصر غير المشتركة هنا وهنا. نعم، وللتقاطع أو للاجتماع، وفرق الحدثين، انظر إلى رمز الفرق، فرق الحدثين A و B هو الحدث C، وأكتب C يساوي A فرق الـ B، يقع C عندما يقع A ولا يقع الـ B. انظر إلى C اللون الأحمر، عناصر A التي لا تنتمي إلى B، يعني الحدث C هو عناصر A التي لا تنتمي إلى B، يقع عندما يقع A ولا يقع الـ B. يعني إذا وقع هذا العنصر مثلا، هذا العنصر من A، نعم، لكنه ليس من هنا، لو كان من هون كان صار من A و B، عناصر الفرق هي عناصر A التي لا تنتمي إلى B، يقع عندما يقع الـ A ولا يقع B. أستاذ بس سؤال بعد إذنك، أسمعك أستاذ، يعني الفرق هو العناصر الموجودة في A وغير موجودة في B؟
بالضبط تماما. عناصر اي التي لا تنتمي الى بي، الفرق هو عناصر اي التي لا تنتمي الى بي. تمام استاذ. نعم. متمم حدث، رابعا متمم حدث، من هو متمم حدث؟ متمم اي حدث اي هو الحدث اي فتحه. متمم الحدث اي، لاحظ، هو الحدث اي فتحه، حيث الاي فتحه هو اوميجا فرق الاي، يعني عناصر اي فتحه هي عناصر اوميجا التي لا تنتمي لاي، كما هو موضح لدينا بشكل طلاب. متمم الحدث اي، لاحظ، الى اوميجا، اوميجا مجموعه شامله نسبيا، واي حدث او مجموعه جزئي منها. متمم الحدث اي هي جميع العناصر الواقعه خارج اي. متمم الحدث اي هي جميع العناصر التي واقعه خارج اي، العناصر الملونه باللون الاحمر، هذه عناصر متمم. يعني متمم حدث هو الحدث فوق فتحه، يعني متمم الاي اي فتحه، متمم البي بي فتحه، واضح؟ اذا متمم الحدث اي هو الحدث اي فتحه، حيث الاي فتحه هي اوميجا فرق الاي، عناصر اي فتحه هي عناصر اوميجا التي لا تنتمي الى اي. هي منين جبناها؟ جبناها من الفرق. واضح طلابنا العمليات على الاحداث؟ تمام.